معاشر المؤمنين، إن أعظم الشرور والبلايا التي أصابت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما كانت بسبب ضعف التوحيد في النفوس، وانتشار البدع والضلالات في المجتمعات، وصرف العبادة لغير الله، واتخاذ الوسطاء والشفعاء، والإحداث في الدين بما ليس منه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وفي الصحيحين من حديث الصديقة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر.